إلى تونس التي تنتظر اليوم وصول وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا ونظيرته الألمانية نانسي فيسر، وتتناول المباحثات ظاهرة الهجرة عبر المتوسط وحل إشكالية القوارب المنطلقة من السواحل التونسية باتجاه أوروبا. وكان مسؤولون أوروبيون قد وعدوا بتوفير مساعدة مالية عاجلة لتونس قيمتها 150 مليون يورو مقابل قيام السلطات التونسية بدور أكبر في ضبط تدفق الهجرة المنطلقة من سواحلها. سيف الدين العامري مراسلنا في تونس يتحدث طبعا عن المزيد فيما يتعلق بهذه الزيارة، ومتى يفترض أن يصل الوزيران، وما هي الصفقة التي يمكن أن تتم مع السلطات في تونس؟ فضيلة، من المنتظر أن يصل الوزيرين حوالي يعني الساعة ربما السابعة مساء، المهم أنها في وقت متأخر من مساء اليوم ربما ليلا، إلى تونس، وتبدأ المباحثات رسميا غدا مع لقاء وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه، ثم مع منتصف النهار يلتقي وزيري الداخلية لكل من فرنسا وألمانيا بالرئيس التونسي قيس سعيد، ثم يعني تنتهي اللقاءات حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس. الأجندة عموما ستتحدث عن تفاصيل أمنية فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية والخطة المستقبلية لضبط إيقاع هذه الهجرة والتخفيض فيها إلى أقصى حد. طبعا نتحدث عن فصل الصيف الذي يتميز بهدوء في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة تزيد من ضغط هذه الرحلات، خاصة التي تنطلق من جنوب شرق تونس. نتحدث عن ولاية مدنين وصفاقس وجابس وبعض المدن الساحلية الأخرى. طبعا الوزيري الداخلية لألمانيا وفرنسا في تونس، هناك نوع من الرسالة الواضحة لأن أولى اهتمامات الاتحاد الأوروبي هي اهتمامات أمنية، بينما يقابل الاهتمام الأوروبي الأمني نوع من النزوع نحو الحلول الشاملة التي يقترحها قيس سعيد الرئيس التونسي، والتي لا تقتصر فقط عن الحل الأمني بل بالتنمية الشاملة المتعلقة سواء بتونس وبدول المنشأ الأخرى التي تخرج منها جحافل المهاجرين غير النظاميين منذ سنوات، والتي أصبحت تؤرق فعلا السلطات التونسية لأن أعدادا كبيرة قد أصبحت تستقر هنا في تونس ولا تغادرها نحو إيطاليا أو دول أخرى من البحر المتوسط في أوروبا. فضيلة، شكرا لك سيف الدين العامري في تونس.